أصحابي إحنا النهاردة في كنيسة ماري جرجس والأنبا شنودة بشبرا الخيمة ورسالة جديدة من مدارس الأحد. اسمك ايه؟ تدرس. إيه جاي ليه النهاردة؟ قاعدة مدرسة الأحد. عشان مدارس الأحد. جاية مدرسة الأحد عشان نصلي ونرمي في مدارس الأحد. عشان أحضر مدارس الأحد. عشان أحضر مدارس الأحد. أكتر حاجة بتعجبك في مدارس الأحد إيه؟ ترانيم. طب قولي لنا ترنيمة. نونو أنا متشالفة يونو نايم هما يكونوا عليا سهرانين، صوتو مالي وداني وموتو كان علشان ملكوتو ليا من سنين. بابا حكي لي في يوم حدوتة دي صغنطوطة. طيب قولي وسمعينا للحكايات شواتينا. طيب قولي وسمعينا للحكايات شواتينا. كان في راعي للأغنام تملي كان يبقى سعيد لما بتمر الأيام والأغنام قاعدين هزين. أكتر حاجة بتحبها إيه؟ الآيات. طب قول لنا آية. نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك. يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب صلينا كده. يا رب حافظ على أي حد وحافظ على الأسد وخليك معانا كل ما لك. يا ماري جرجس الأنبا شنودة يا رب حافظ على أي حد. بسم الآب والابن والروح القدس واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. يا رب انت معانا خليك معانا خليك مع كل الناس خليك مع بابا وماما خليك مع كل الناس اللي راحة في طريقها واللي راحة كل الناس. يا رب خليك معاهم. يا رب حافظ على كنيستك حافظ على بيتك. يا رب انت معانا وسطرنا وحبيبنا. حافظ على اطفالك حافظ على الكنيسة حافظ على الخدام امين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. اشكرك يا رب ان جبتنا بيتك النهار. يا رب لما يجوش خليهم يجوا المرة الجاية. يا رب ما تخليش الشيطان يضحك علينا امين. من غير ما ترجع للكتاب المقدس من غير ما ترجع لإيه؟
الكتاب المقدس. أول سؤال عندنا، مين هو كان قبل ربنا؟ طب والسؤال الثاني؟ قال له هو أنتم مش بتقولوا إن ربنا نزل من السماء وخد شكل جسد زينا؟ قال له آه. قال له طب أسألك سؤال، هو ربنا دلوقتي موجود في السماء ولا موجود على الأرض؟ راح الوزير وقف كده وقعد يبص له، قال له استنى ده لسه في سؤال ثالث. قال له إيه؟ قال له السؤال الثالث بيقول لك إيه؟ عندكم في الكتاب المقدس بيقول كده، من اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني إيه مس الكلام ده؟ يعني ربنا موجود في كل مكان برضو. يعني إيه؟ يعني ربنا موجود معانا هنا في كنيسة ماري جرجس، وموجود مع الناس اللي في كنيسة ماري مرقص، وموجود مع الناس اللي في كل الكنائس، صح كده؟ طيب عايزك تقول لي ازاي ربنا يبقى موجود في كل الاماكن دي؟ قال له طيب ممكن اطلب منك طلب؟ قال له ايه؟ قال له ممكن تسيب لي 3 ايام افكر في الموضوع ده وهجيب لك الاجابه على طول. قال له بس بشرط لو رجعت بعد الثلاث ايام دول هيحصل ايه؟ لو ما عرفتش تجاوب على الاسئله انا هعمل فيك ايه؟ هموتك وهجيب وزير غيرك، وهجيب وزير ايه؟ غيرك. راح الوزير روح وابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يقفل على نفسه الباب وزعل خالص واتضايق لانه ما كانش عارف يقول ايه على الاسئله دي. فحصل ايه يا اولاد بعد كده؟ قعد زعلان في اوضته وقافل على نفسه، فجت بنته الصغيره كده اللي زيكم كده بتروح مدارس الاحد وقالت له يا بابا قول لي انت زعلان ليه؟ قال لها يا بنتي سيبيني دلوقتي انا في مشكله كبيره. قالت له بس احكي لي. قال لها مهما حكيت لك مش هتعرفي تجاوبيني. قالت له بس احكي بس ونفكر مع بعض يا بابا، انا بروح مدارس الاحد وبتعلم حاجات كتير قوي هناك، ممكن تقول وانا افكر معاه. قال لها طب بصي تعالي بدل ما انا قاعد متضايق كده هشرح لك ايه اللي حصل. قالت له ايه يا بابا؟ قال لها انا النهارده كنت عند الملك والملك سالني 3 اسئله صعبين خالص. قالت له ايه هم يا بابا الثلاث اسئله دول؟ قال لها اول سؤال التاني سؤال بيقول ايه؟ لما ربنا موجود فين؟ في السماء ونزل وخد شكل جسد، بقى في السماء ولا على الارض؟ قالت له دي حاجه بسيطه يا بابا. قال لها استني ده في سؤال ثالث. قالت له ايه؟ قال لها الملك بيقول في كتابنا المقدس ربنا بيقول من اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك اكون في وسطهم. اسالك سؤال يا بنتي. قال لها ايه؟ قالت له بص يا بابا خدني معاك للملك وانا قدام الملك هجاوب لك على الاسئله دي. قال لها الكلام اللي احنا بنقوله ده ما فيهوش هزار، يعني احنا لو رحنا للملك وما عرفناش نجاوبه الملك هيموتنا. قالت له ما تخافش انا بروح مدارس الاحد وواثقه في المعلومات اللي انا هقولها. تمام؟ تمام. بعد كده ايه اللي حصل؟ راح الملك الوزير قال لها خلاص اوكي هاخدك معايا، وفعلا خدها ايه؟ معاه. وراحوا القصر بتاع الايه؟ الملك. ووقفت قدام الملك. وقفت قدام مين؟ الملك. وقالت له بصي بقى انت سالت بابا 3 اسئله، ممكن تقولهم لي؟ قال لها ما انا قلتهم لبابا. قالت له لا بس انا هطلب منك طلب، ممكن تعيدهم لي تاني وسؤال سؤال؟ ماشي. اول سؤال مين هو قبل ايه؟ ربنا. قالت له دي حاجه بسيطه خالص انا خدتها في مدارس الاحد. قال لها ايه طيب جاوبيني. قالت له بسيطه، يلا نعد من 1 لـ10. نعد منين؟ نقول مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قالت له برافو عليك، تعرف تقول لي هو اللي قبل الواحد؟ قال لها مفيش حاجه. قالت له ربنا كمان ما كانش قبليه ايه؟ ما كانش قبليه حد موجود خالص، ده ربنا من حبه لينا وعشان ما يقعدش لوحده راح خلق الايه؟ خلق الانسان. خلق الايه؟ الانسان. قال لها ماشي برافو عليكي. قالت له طب ممكن تاني سؤال؟ قال لها انتوا عندكم في الكتاب المقدس بيقول ان ربنا نزل منين؟ من السماء واتجسد وخد شكل جسد زينا، تقدري تقولي لي ربنا موجود دلوقتي في السماء ولا على الارض؟ قالت له حاجه بسيطه خالص، هات لي كوبايه ميه. راح جاب لها كوبايه ايه؟ ميه. معايا؟ وقالت له هات لي معلقه سكر. راح جاب لها ايه؟ معلقه سكر. عملت ايه بقى البنت الحلوه دي؟ حطت معلقه السكر جوه الايه؟ الميه. وقعدت تقلب فين؟ تاني. تعمل ايه؟ تمام قوي، نقلب جامد جامد. حلو خالص. قالت له بصي بقى، قال لها ايه؟ لو شربت بق من الكوبايه دي مش هتحس بطعم السكر؟ قال لها اه. قالت له طب انت تعرف دلوقتي تفصل الميه عن السكر؟ قال لها لا. قالت له كمان ربنا لما نزل على الارض بقى عامل زي الايه؟ السكر ده، زي ما السكر مالي الكوبايه كلها وجوه الميه، كمان ربنا مالي الايه؟ الكون ده كله. موجود فين؟ في السماء، وموجود كمان فين؟
على الارض. الله برافو عليكي خالص، انت خدتي الكلام ده فين؟ قالت له في مدارس الاحد. قال لها قالت له طب قولي بقى ايه هو السؤال الثالث؟ قال لها انتوا بتقولوا كده في الكنيسه عندكم في مدارس الاحد وفي الكتاب المقدس ان الكتاب عندكم بيقول من اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. قالت له اه. قال لها يعني ايه؟ يعني ربنا موجود هنا وموجود هناك وموجود هناك وموجود في كل حته؟ قالت له اه. قال لها طب ازاي؟ قالت له برده حاجه بسيطه انا خدتها قبل كده في مدارس الاحد. قال لها اعمل ايه دلوقتي؟ قالت له هات شمعه. هات ايه؟ شمعه. وراحت جابت ايه؟ ولاعه. وابتدت تعمل ايه؟ تولع الايه؟ الشمع. واحنا لو طفينا انوار الكنيسه دي كلها، الشمعه دي هتنور الحته دي كلها ولا مش هتنور؟ هتنور. يعني الشمعه دي ممكن نقول موجوده في المكان ده كله ولا مش موجوده؟ موجوده. كمان ربنا موجود فين لما نزل على الارض ونور الارض دي كلها؟ موجود في حته لوحديها ولا كل المكان؟ كل المكان. في العالم كله ولا مش في العالم كله؟ يعني موجود عندنا هنا في مصر وموجود في امريكا وموجود في كل حته؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. تمام قوي. عارفين الملك عمل ايه في البنت دي وعمل ايه بباباها؟ فرح خالص بالبنت وفرح خالص بباباها وقال له انا بشكرك جدا لانك مهتم بالبنت دي وبتوديها كنيستك وانا عايز اتعلم كتير قوي عن المسيح بتاعكو وانا كمان نفسي اخش فين؟ ابقى ايه؟ ابقى مسيحي ايه؟ زيكو. ابقى مسيحي ايه؟ زيكو. حد عارف ايه اللي خلى ربنا يتعب نفسه وينزل معانا على الارض؟ تعالى هنا عشان يفدينا ويخلصنا من خطيئة ادم وحواء. ممتاز خالص، برافو عليك. قال علشان ايه؟ يفدينا ويخلصنا منين؟ لا نقول تاني، عشان ايه؟ يفدينا ويخلصنا منين؟ من خطيئة. ممتازين. عارفين ادم وحواء اخطاوا في ايه؟ دي حاجة سهلة خالص. عملوا ايه يا ولاد؟ ان هم اكلوا من شجرة معرفة الخير والايه؟ والشر. بس دي معلومة مش كويسة قوي او مش صح قوي. عارفين المعلومة الصح هي ايه؟ مش العقاب ان ربنا قال لهم كلوا من الشجرة وهم اكلوا يبقى اخطأوا، لا. الحاجة الاصعب من كده يا اولاد ان هم ما سمعوش كلام ربنا، ان هم ما سمعوش ايه؟ كلام ربنا. وانا وجاي لقيت واد صغير عمال يعيط، قلت له انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ قال لي عشان انا خايف من شويه اولاد بيضربوني. قلت له طب بيضربوك ليه؟ قال انا مش عارف بيضربوني ليه. رحت قلت له طب انت مش جواك بابا يسوع؟ قال ايوه بس انا عشان كنت لوحدي. ينفع يا اولاد لما نكون لوحدينا نخاف؟ طب مين فاكر لما بابا يسوع اتولد في المزود اول ايه الملائكه قالتها للرعاه؟ انا سامع في ناس بتقول المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس. جت ايه يا ولاد؟ جه كلمه السلام. يبقى السلام ده بنلاقيه جوه ايه؟ جوه كنيستنا. طول ما احنا بعيد عن كنيستنا نبقى خايفين ونبقى اي حاجه تقدر علينا. فاكرين يا ولاد ام موسى كان جواها سلام ولا ما كانش جواها سلام؟ السلام اللي كان جواها، ما كانتش خايفه على موسى وهي بتحطه في قلب السبت الصغير عشان تسيبه في النهر. كانت واثقه من ربنا هيحافظ عليه ولا مش هيحافظ عليه؟ وكمان في حكايه تانية. فاكرين يا ولاد الثلاث فتية لما ما رضيوش يسجدوا للتمثال اللي نبوخذنصر عمله؟ تفتكروا هم ما رضيوش ليه يسجدوا للتمثال؟ عشان واثقين من ربنا ان هو ملك السلام. هو ملك ايه؟ حتى يا ولاد لما ربطوهم ورموهم جوه الاتون، مين جه وسطيهم وفكر القيود بتاعتهم؟ تفتكروا مين؟ هو بابا يسوع. اللي جه يا ولاد كان ايه؟ الملاك. جه ايه؟ لان الملك لما شاف يا ولاد قال انا شايف ابن اله. هو اللي جه. ربنا نزل يا ولاد وسط الاتون وفك الفتيه ومشوا في وسط النار، ولما الملك شاف ايمانهم راح خرجهم من النار. احنا يا ولاد في حاجه تقدر علينا؟
علشان احنا ولاد مين؟ ولاد الملك. وولاد الملك ما يخافوش من اي حاجة، يعني لو جم قالوا احنا هنعمل فيكم حاجات كتيرة ونعذبكم نبقى خايفين؟ لا. عشان احنا مين؟ مين جوانا؟ بابا يسوع. فاكرين يا ولاد الفلك بتاع نوح؟ لما دخل نوح وكل اللي فيه، اما اللي كان بره الفلك ايه اللي حصل له؟ غرقوا. الكنيسة بتاعتنا يا ولاد هي الفلك بتاعنا، هي لو في اي خطر بره هي اللي بنحتمي فيها. يبقى مين ملك السلام؟ ربنا. يبقى ربنا هو ملك السلام. احنا نخاف من اي حاجة؟ لا. يبقى احنا ما نخافش. يبقى احنا نتعلم النهاردة ان احنا ولاد الملك من ايه؟ ما نخافش. احنا بنغلط كتير يا ولاد في حق ربنا، ورغم كده هو بيسامحنا كتير. فيا ترى احنا كمان لما حد بيغلط فينا بنسامحه؟ تعالوا نشوف المثل اللي قاله الرب يسوع في الكتاب المقدس، وهو عن العبد المديون او العبد الغير متسامح، وده هنلاقيه في الكتاب المقدس في انجيل معلمنا متى اصحاح 21 وانجيل معلمنا لوقا اصحاح 17. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. يا حراس روح وقت العبد ايه اللي عليه الفلوس ليه؟ هاتوه دلوقتي حالا. حالا يا مولاي، العبد هيكون قدامك. العبد قدامك يا مولاي. نعم يا سيدي، حضرتك طلبتني. ايوه طبعا طلبتك، انت واخد مني فلوس قد ايه يا راجل انت؟ خدت 10,000 وزنة يا سيدي. 10,000 وزنة؟ طب ميعاد السداد امتى؟ ميعاد السداد المفروض يبقى النهارده يا سيدي، بس مش عارف اقول لك ايه بصراحه، الفلوس مش جاهزه، وكمان ظروفي صعبه قوي. صعبه؟ ها مفيش حاجه اسمها صعبه، احنا كملنا اتفاق ان انت تدفع الفلوس بعد شهرين، النهارده ميعادنا. يبقى الحل ايه؟ اللي انت ومراتك وعيالك وكل املاكك تتباعوا بسوق العبيد عشان اعرف اخد فلوس. يا حراس يلا خدوه. ارجوك يا سيدي ارحمني، انا عارف ان انت عندك حق في كل كلمه قلتها، بس انا راجل غلبان ما عنديش فلوس اسدد بيها الدين، ده انا واسرتي بنلاقي الاكل بالعافيه، لما بنتعب ما بنلاقيش ثمن الدواء، فانا بطلب منك تديني مهله تانيه. ارجوك يا مولاي ارجوك. مسكين، انا حسيت بيك وبظروفك، بس انا مش هديك مهله تانيه، مش هاخد منك الفلوس اللي عليك ولا دلوقتي ولا بعدين. يلا نروح لحالك. ايه ده، مش مصدق نفسي، انا خلاص معلش جن. شكرا شكرا يا سيدي، شكرا شكرا يا سيدي، شكرا شكرا يا سيدي. وخرج العبد من قصر الملك وهو فرحان جدا، ولكن فجأة قابل واحد صاحبه كان واخد منه 100 دينار. تعالوا نشوف العبد المديون هيعمل ايه مع صاحبه. انت فين يا راجل يا شرير انت؟ فين ال 100 دينار اللي عليك؟ انا عارف، بس انا في زنقة. ها ها ها، مفيش حاجة اسمها زنقة، انا ماليش دعوة، عندك زنقة ما عندكش زنقة، انا عايز فلوسي. بس انا فعلا ما عنديش فلوس. طب تعالى انا هوديك السجن لغايه ما ترجع الفلوس. وفعلا العبد خد صاحبه ووداه السجن، بس في ناس عرفت ان الملك سامح العبد المديون اللي كان عليه فلوس، ودلوقتي في ناس شافت ان العبد ما سامحش صاحبه. تعالوا نشوفوا راحوا قالوا للملك، والملك هيتصرف ازاي. ياه ده عبد شرير واناني، يعني انا سامحته في الفلوس الكبيره دي، دلوقتي انا هعرف شغلي معايا. يا حراس روح اقتل العبد ده هنا حالا. العبد قدامك يا مولاي. انت عبد شرير واناني، يعني انا سامحتك بالفلوس الكبيره اللي كانت عليك، وانت مش قادر تسامح صاحبك بالفلوس الصغيره، دلوقتي انا رجعت في كلمتي وهدخلك السجن لغايه ما تدفع الفلوس اللي عليك. يا حراس يلا خدوه. شفنا العبد المديون ايه اللي حصل له وما سامحش صاحبه، ودوت الناس اللي ما بتسامحش بتبقى ناس مش كويسه، فالمفروض ان احنا النهارده نتعلم ان احنا نسامح زي ما احنا بنغلط وبابا يسوع بيسامحنا. Thank you.
بجري أغسل وشي وسناني وبسرعة على أوضتي بجري أدخل وأصلي في مكاني وأطلب منه وأقول له يا ربي حافظ عليا ما هو أنت عارف إني بحبك الدنيا دي وعلشان خاطري خلي بالك من كل كل طبق علشان اكبر اوام ولما بدخل جوه كنيستي طلع شمع قدام صورة ماما العذراء شايلين سمع ويسع شايله جوه الصورة اتعلمت النهاردة آية بتقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تيموثاوس الأولى 3:16. أنا اسمي فيرينا تعلمت النهاردة من الاسكتش أني أسامح كل الناس زي ما بابا يسوع سامح كل الناس. أنا اسمي بيير فيكتور اتعلمت النهاردة من تجربة المية والسكر أن زي ما السكر داب في المية ربنا معنا في كل مكان. انا اسمي يوستينا تعلمت النهارده التسامح عشان لما بسامحش بابا يسوع بيزعل مني. انا اسمي يوستينا سميع وتعلمت النهارده ترنيمه جميله بتقول انا لسه نونو 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 وعينيا نونو 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 وايديا نونو 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 لكن عند قلبي كبير. انا اسمي كرولوس والنهارده تعلمت بمدارس الاحد ايه بتقول أغزير هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تيموثاوس الأولى صحاح 3:16. رغم الدوشة والزحمة الكتيرة النهاردة لكن قدرنا نسمع صوت ربنا بوضوح. أشوفكم الحلقة الجاية ورسالة جديدة من مدارس الأحد. باي باي.